من رام الله، معنا مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولة. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. حقيقة الآن وبعد أن وقعت 14 فصيلا فلسطينيا منهم فتح وحماس على إعلان بكين، السؤال كيف اختلف إعلان بكين في جوهره على إعلان السابقة جرت برعاية مصر، الجزائر، روسيا، قطر، تركيا؟ التحية لك بداية سيدة ضحى ومن خلالك للمشاهدين. طيب. وكلها تصب اسمح لي سيد عبد الفتاح لأنه كان انقطع الصوت، لو تعد لنا الإجابة عن كيف اختلف هذا توقيع واتفاق بكين عن كل الاتفاقات التي جرى التوصل لها سابقا في عدة دول مثل مصر، الجزائر، روسيا، تركيا، قطر، وحتى في الصين كان هناك محاولة يعني أولى قبل هذه المحاولة. لم تختلف سيدة ضحى، هي مكملة لكل ما سبقها، لكن المطلوب أن تتميز عن كل ما سبق، والتميز يكون في التطبيق، في النجاح في طي صفحة الانقسام، وإلا سيكون واحد كما كل اللقاءات السابقة. كل ما حدث من لقاءات في القاهرة، في موسكو، في الجزائر، في السعودية، في الصين المرة الأولى وهذه المرة الثانية، في روسيا، هذه كلها كانت في سبيل إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني. وبما أن ذلك وكلها خرج معنى بمخرجات ذلك مشابهة فشلت. لما حدث في بكين ولكن لم تنفذ ولم يتم الالتزام بها على الأرض، ما الفرص هذه المرة لنجاح ما وقع عليه في بكين؟ أن التوجه إلى هذا اللقاء كان بحكم الوضع الصعب الذي يعيش شعبنا الفلسطيني، هذه المرحلة الفارقة في تاريخ قضيتنا الفلسطينية. نحن نواجه مشروع صهيوني يهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية وتهديد مستقبل وجود شعبنا الفلسطيني. الدم الفلسطيني يسيل، قرابة 40,000 شهيد، غزة دمر تقريبا بالكامل، الضفة مستهدفة، القدس مستهدفة، الأسرى يعانون التنكيل، يعني الوضع الفلسطيني غاية في الصعوبة، ويحتاج إلى مواقف مسؤولة وإلى حالة وطنية متماسكة بمقدورها أن تواجه هذه الصعوبات. هذه ومع هي كل ما ذكرت أستاذ عبد الفتاح دولة وكل ما يواجهه الفلسطينيون الآن، خرج هذا التوقيع بسياسات عامة ودون آلية للتنفيذ أو جداول زمنية. يعني كل ما جاء في هذا الاتفاق هي عبارة عن توافقات ذات أهمية كبيرة سيدة ضحى، على الصعيد السياسي، على صعيد التمثيل الشرعي الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية، على صعيد التوافقات التي نحن بأمس الحاجة إليها اليوم كأولوية في مواجهة هذا العدوان ووقف هذا العدوان وإنهاء حرب الإبادة عن شعبنا الفلسطيني حتى نتمكن في إعادة الحياة والإعمار إلى قطاع غزة، التفاهم على توافقات ما بعد وقف هذا العدوان، ونتمنى أن يتوقف اليوم في كيفية إدارة الشأن الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن نحافظ على وحدة الوطن الجغرافية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، وأن نلتزم بالخط السياسي الذي تلتزم به منظمة التحرير، وأن لا يكون خروج عن هذا الخط السياسي وكأن هناك نهجان في فلسطين بمنظمة التحرير الفلسطينية. هل يعني ذلك بأنكم تعتقدون بأن حماس أيضا ستلتزم؟ يعني دعنا في هذه المرحلة نتحدث عن المشاكل والخلافات العميقة والجذرية والجوهرية بين فتح وحماس في هذه النقطة. حماس ترفض الاعتراف مثلا بالقرارات الدولية التي تعترف بدورها بإسرائيل، هل أخذتم التزام من حماس بأنها تعترف بالقرارات الدولية؟ نعم، هناك تباين في هذا الأمر فيما يتعلق بقرارات الشرعية الدولية ما بيننا وما بين حركة حماس، لكن في نهاية الأمر كان هناك توافقا في هذا الاجتماع وهو الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بقضيتنا الفلسطينية. طيب تفضل. نعم، في الحديث حول القرارات مشكلة.
طيب سيد عبد الفتاح دولة؟ لا وفقدنا الاتصال. أعود لضيفي ربما بعد قليل نحاول معه مرة أخرى. لا طيب سيد عبد الفتاح دولة. إذن نعود مرة جديدة يعني أنتم الآن بصراحة بكل واقعية، البعض يقول تعلم حضرتك أنه هذه هي المرة الثانية التي تذهبون فيها إلى بكين، كان من المفترض أن تكون اجتماعات بكين في إبريل، ولكن نظرا لاستمرار الانقسامات بين فتح وحماس أجل هذا اللقاء ثم عقد. البعض يقول بأنه ما حدث هو ليس وصول لتفاهم وحل الانقسام، هو محاولة لإدارة الانقسام. هل تتفقون مع وجهة النظر هذه أن الانقسام باقي حتى بعد بكين، لكنكم في محاولة ونظرا للوضع الراهن الذي يواجهه الفلسطينيون أنتم تحاولون إدارة هذا الانقسام وليس حل الانقسام؟ لا سيدة ضحى، لا قيمة لهذا اللقاء وهذا الاتفاق إن لم يطوي صفحة الانقسام. الانقسام هو سبب كل ويلاتنا، وهو الورقة الأهم التي يستخدمها الاحتلال لتعميق والإبقاء على الشرخ الجغرافي والسياسي الفلسطيني حتى يحول دوننا ودون تجسيد دولتنا الفلسطينية. وبالتالي الإبقاء على الانقسام هذه جريمة بحق شعبنا الفلسطيني وبحق تضحيات شعبنا ودماء شعبنا في قطاع غزة. علينا لكن أنت قلت أنه ما زالت هناك الخلافات الجوهرية كما هي، لم يتم التوصل فيها إلى أي تفاهمات حقيقية. لا يعني لكن كان هناك توافقا في كيفية التعامل مع كل هذه القضايا. بمجرد الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، هذا يعني التزام بالتزامات المنظمة والتقيد بما التزمت به منظمة التحرير. لكن منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بالقرارات الدولية التي تشمل الاعتراف بدولة إسرائيل. حماس حتى اللحظة لا توافق على هذه النقطة. مش مطلوب من حماس أن تعلن صراحة وتقول أنا أعترف بدولة إسرائيل. المنظمة هي من اعترفت بذلك، لم نعترف بها فصائليا، ولكن المنظمة اعترفت بهذا الأمر التزاما بقرارات الشرعية الدولية التي قالت أن من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على حدود الرابع من حزيران العام 1967، وهذا حماس تحدثت به مرارا وتكرارا، وهذا يلتقي مع الخط السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. طيب. التوافقات في هذا كانت مهمة. المهم أن لا يشكل أي أحد معيقا أمام الخط والنهج السياسي الذي تقود منظمة التحرير الفلسطينية، وأن نهيئ الأرض لأن نتمكن من إدارة الشأن الفلسطيني وفقا لهذه التوافقات، وأن يلتزم بها الجميع وأن لا تكون مجرد خطابا وحديثا عابرا. هل تعتقدون أنها خطابا وحديثا عابرا كما الاتفاقات السابقة؟ العبرة في التنفيذ. نحن أمام مرحلة صعبة، وبالتالي الأيام ستثبت إن كان الكل جدي في ذلك. في ظل غياب جدول زمني، متى ستحدد هذه الأيام التي ستثبت إذا كان هناك في التزام من حماس ومن فتح أيضا على ما تم الاتفاق عليه في بكين؟ الأهم سيدة ضحى في هذا الأمر حتى يكون هناك جدولا زمنيا واضحا أن لا أحد يستطيع أن يصل إلى اليوم الأخير لإنهاء العدوان. أولوية هذا اللقاء هو أن يعمل الجميع على إنهاء هذا العدوان وإعادة الحياة والإعمار إلى قطاع غزة. وطالما بقي العدوان متواصلا فإنه سيعيق الكثير من كل تلك التوافقات التي ولكن تمت أنتم حتى في هذا حتى في اللقاء. هذه التوافقات اسمح لي عبد الفتاح، أنا لا أريد أن أقاطعك ولكن الوقت يضغط علينا. في نقطة هذه الاتفاقات وما تم التوصل إليه، تتحدثون عن اليوم الثاني لانتهاء الحرب في قطاع غزة، ولكن ماذا عن اليوم وحتى مواجهة هذه الحرب لتنتهي؟ بالضبط، يعني هذا هو الأساس الذي لا نستطيع أن نتحدث عن أي جداول زمنية واضحة طالما أن هذا المحدد الزمني غير واضح لنا فلسطينيا. العدوان مستمر والإبادة متواصلة. نريد أن يكون هناك خطاب سياسي فلسطيني واحد وأن نكثف كل جهودنا. أنا أقصد لماذا لم تتبلور تفاهمات من الآن لتوحد الصف الفلسطيني لتواجهوا بها هذا العدوان وتوقفوا بها هذا العدوان ثم تصلوا إلى اليوم التالي للحرب؟ لا، ما ورد الكثير مما ورد في هذا الاتفاق هو يمهد إلى ذلك حقيقة. عندما يكون هناك التزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، عندما يكون هناك التزام بالموقف السياسي
الفلسطيني وبالنضال السياسي الذي يعني تمارس القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى جانب نضال شعبنا على الأرض، وأن تكون اللغة والخطاب الفلسطيني نعم منسجم مع مشروعنا السياسي. هذا نعم كله يمهد أن بالنسبة تكون لتفاهمات لغة بكين، الحديث الداخلية لغة ما شكل وطنية، الحكومة لغة وحدوية. التي يمكن أن تتوافق حولها كل هذه الفصائل وعلى رأسها فتح حماس طبعا؟ بغض النظر عن شكلها إن كانت فصائلية أو عدم ذلك، المهم أن تبنى على قاعدة الشراكة الوطنية، وأن يشارك الكل الوطني والفصائلي في تحديد شكل هذه الحكومة إزاي بغض بتكليف النظر هذه السيد الرئيس واحدة من ووفقا أهم للقانون الأساسي. المشكلات بينكم وبين حماس؟ حماس تريد حكومة ذات مرجعية فصائلية، أنتم تقولون الحكومة يجب أن تكون مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية، هذه واحدة من النقاط هذا الجوهرية مقال بينكم. ضحى الاتفاق اليوم، هذا ما تم التوافق عليه اليوم، أن أي حكومة توافقية قادمة هي تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هذا أهم ما جاء في هذا الاتفاق، هو إقرار كل الفصائل أننا نعم نتوافق بشكل فصائلي وجماعي على هذه الحكومة، لكن تحت مظلة منظمة التحرير هي المسؤولة وهي المرجعية لهذه الحكومة. هذا ما ورد في الاتفاق، وعلى الجميع أن يلتزم به، وهذا مهم حتى يمكن أن نتمكن من إقامة هكذا حكومة في الفترات. أسألك سؤال يعني